في ثغر الأردن الباسم تتناغم جميع مكونات الطبيعة الفاتنة، فمن بحر هادئ إلى شواطئ جميلة وأجواء مناخية رائعة. فالعقبة، هذه المدينة الواقعة على شواطئ البحر الأحمر، هي الميناء البحري الوحيد للأردن. السياحة في العقبة لها أوقات، إما صباحية أو مسائية، ولكل فترة مزايا وطبيعة مختلفة وطقوس معينة تختلف عن الأخرى. إن الأجواء الصباحية في العقبة لا تضاهيها أخرى من وجهة نظر السياح. يعني إيش ممتع أن العقبة تكون بهذا الوقت بالذات بالنسبة لنا وبالنسبة للأجانب بالذات، أنهم يجوا إيش في هذا الموسم، أن درجة الحرارة الآن أكثر من 20 درجة. الأجواء الصباحية في العقبة هون، أنا جاي زائر من عمان، وجو جميل جدا، واللي بيجي هون على العقبة بنبسط كتير بالجو الصباحي الجميل جدا بالعقبة. الأجواء الصباحية بالعقبة كتير حلوة، الجو حلو، يعني البحر كتير رائع، التسوق بالعقبة ممتع. التجوال الصباحي في المدينة يكشف سحر وإبداع ما تتضمنه العقبة من جماليات، في حين تبقى السياحة المسائية محافظة على طابعها الخاص. السياحة الصباحية والمسائية في العقبة وجهان لعملة واحدة منقوش عليها، أنك حللت ضيفا غاليا على متنها. وبحلول المساء تبرز مهن وطرق مواصلات جديدة ومخصصة للرحلات المسائية حول أطراف المدينة، الأمر الذي أثار إعجاب العديد من السياح. العقبة جوها يعني بالليل بيكون أهدى، الجو تبعها بيكون رايق، في نسمة هواء خفيفة. العقبة حلوة بالليل والسياح فيها كويسين، وجدا العقبة حلوة بالليل. العقبة مدينة لطيفة جدا، أجواءها المسائية أجواء حلوة كثير، والناس تطلع على الشارع أكثر، والأسواق شغالة حتى لفترات في المساء كثير متأخرة يعني. ومهما تنوعت أشكال السياحة في العقبة، تبقى المدينة الأولى سياحيا واقتصاديا في البلاد. رائدة حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا، العقبة.